وآله وصحبه ومن ترضى عمن سار على نهجه واتبع هداه وهديه ونسأل الله الرضا عنا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن تكلمنا البارحة عن باب الرياء، قال: باب ما يتوهم أنه رياء وليس برياء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. أخرجه مسلم. بارح أحبابنا تذكرون أننا قلنا إن الرياء أن أقصد بعملي أن يراني الناس فيمدحوني عليه ويحمدوني من أجله، هذا هو الرياء. وقلنا أنه أيضاً لو قصد رضا الله تعالى وشرك مع هذه النية نية رؤية الناس له ومدحهم له، ضاع أيضاً أجر الثواب عليه كما ذكرنا البارحة من الأحاديث، وقلنا هذا أمر عظيم يحتاج إلى تدريب وتربية ومجاهدة مستمرة لنفسنا البشرية حتى لا نقصد بعملنا إلا الله، لا صلاة لا صياما لا زكاة لا صدقة لا تعاملا مع أحد لا نقصد به إلا مرضات الله تعالى. الآن هذا الحديث يشير لنا إلى قضية قد تحصل بين الناس. قيل له، سئل سيدنا رسول الله: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ طيب هو لماذا عمل العمل؟ لله. هو عمل العمل لله لأن بعد ما عمل العمل انتشر بين الناس فلان صنع كذا، فصار الناس يقولون جزاه الله خيرا، بارك الله، أكثر الله في الناس من أمثاله، إنه رجل طيب. هو ما قصدهم في العمل، الكلام واضح، هو قصد وجه الله. قدر الله تعالى أن ينشر اسمه بين الناس، أن يحيي ذكره الطيب بعمله الصالح بين الناس، فهل من هذا حرج على الإنسان؟ قال: لا. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. الله تعالى يبشر عباده، فبشر عبادي الذين، نعم، هنا أيضا ينال عاجل بشرى المؤمن في الدنيا بأن يطلق الله تعالى ألسنة الناس بمديحه والثناء عليه. وهذه قضية ربانية، كل مخلص يقيد الله تعالى له من يثني عليه، سبحان الله، وكل إنسان دعي يقيد الله تعالى من يذمه ويتكلم عليه، هذه رحمة الله تعالى. لكن أنا وأنت كإنسان كبشر لابد أن نقصد بالعمل وجه الله تعالى. الآن أثنى الناس علينا بعد ذلك أو لم يثنوا، ذلك تقدير الله تعالى، فلو أثنوا ما علينا من حرج لأننا في الأصل لم نقصدهم. بارحة سألني أخ بعد فراغنا من الدرس عن هذه القضية فقال: كنا في مجلس مثلا وعرضت صدقة أو عمل صالح أو مساعدة أناس فلم يقم أحد ولا تنشط إنسان لخير، فقام رجل أمام الناس وهو يعرف أنه يظهر عمله أمام الناس لكنه لا يقصد أنه خير منهم أو أنه سيفعل هذا العمل من أجل أن يقول والله رجل طيب، قام وفي نيته والله شهيد عليه وفي نيته أن يشجعهم، قام فأخرج من جيبه أو أرسل أحدا فأحضر له مالا والمكان الذي يتصدق فيه فوضع فيه المال أمام الناس جميعا ليشجعهم، فهل في هذا رياء؟ قلت له: لا إن شاء الله. أعود فأقول: هو يقصد وجه الله لكن رأى تقاصرا من الناس، تكاسلا، رغم أنهم مثلا ميسورون أغنياء لكنهم لا يبادرون للخير ويطلب منهم في موضع فيه خير ولا يفعلون، فقام بنية تشجيعهم، هذا أيضا لا حرج فيه. جاء جماعة من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيئة الفقر عليهم. الحديث الصحيح قال: مجتابي النمار. قال: إيش هذه؟ مجتابي يعني قد قطعوا
الآن النمار جمع النمرة، والنمرة هو الثوب، الثوب العريض. مجتابين له يعني قصوه من عند رقبته، جاءوا بأثواب بسيطة جدا لا يستطيعون إدخال جسدهم فيها، فقصوها من عند رقبتها لتدخل فيها، ليدخلوا هم فيها كأنها أكياس يعني لشدة فقرهم. فوفدوا عليه وأعلنوا إسلامهم، فنظر إليهم حالتهم من شدة الفقر يعني مؤلمة. قالوا فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رآهم تمعر يعني تغير. إيش هذا؟ إيش شدة الفقر التي أصابت هؤلاء؟ فجعل يقول: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من طعامه، تصدق رجل من لباسه. قال فقام الناس، بعض الناس. قال فجاء رجل بصرة، لا، فلما قال هذا الكلام قام رجل من الأنصار. قال فجاء بصرة عجزت عنها كفاه أو كادت تعجز، يعني حملها بالزور من قد ما كبيرة، عجزت عنها كفاه أو كادت تعجز، فوضعها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتهلل وجه رسول الله، تغير وجهه بعد أن تمعر، تهلل. فقال الحديث الجميل الصحيح: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إيش السنة هذه؟ هذا الرجل لما جاء بهذه السرة الكبيرة، الناس نظروا إليه يتصدق بكل هذا ونحن لا زلنا باقون، قاموا سريعا كل واحد يأتي بما يستطيع من الصدقة ويضعها، حتى صارت أمام رسول الله كومتان، كومة طعام وكومة ثياب. الذي فتح هذا الباب هو هذا الرجل بصدقته، شجعهم. فهذا أيضا لا يدخل في الرياء، بشرط تخليص النية من قصد الناس، وثانيا قصد تشجيعهم لا قصد أن يمدحوني بهذا العمل، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، يحصل ويحقق الإنسان نيته في القضية. قال باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية. أما تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية فكلنا يعرف هذا ويسمعه، لكن الإمام النووي أضاف في عنوان الباب في الترجمة، قلت لكم العنوان اسمه عند العلماء ترجمة، أضاف في ترجمة الباب زيادة كلمة، قال تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية. قال إيش هذا الأمرد الحسن؟ أي الشاب الجميل في مقتبل العمر الذي لم تنبت لحيته بعد، هذا يكون تقريبا من عمر 12 إلى البلوغ، إلى ما بعد البلوغ بسنة بسنتين حتى يبدأ شعر وجه الإنسان يظهر. فهذه الفترة، قد أحيانا بعض الناس لا يظهر شعرهم إلى 20، كل هذه الفترة التي لا يظهر فيها شعر الرجل على وجهه هذا يسمى أمرد. فهذا إذا كان حسنا أيضا يعني شكله جميل يحرم النظر إليه. قال إلا لحاجة شرعية. قال إيش هي الحاجة الشرعية؟ جاء ليشتري مني حاجة، أعطني كذا، أعطيته كذا، مضى إلى طريقي. أما أنظر إليه هكذا والعياذ بالله تعالى، يأتي الشيطان. وسبحان الله، بعض هؤلاء الفتيان في هذا العمر قد يكون أجمل من النساء، لذلك يأتي الشيطان ليشغل، ليخطر للإنسان ما كان يصنعه والعياذ بالله قوم لوط الذين أهلكهم الله تعالى. لذلك الإمام النووي نص على ذلك صراحة، تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية أيضا، قال والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الآية الكريمة يا أيها الأحبة فيها إشارة لطيفة، ما قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، لو كانت هكذا كان فيها يدخل من جملها مع من جملة معناها أن يطرق الإنسان هكذا طول الطريق، ولكن قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم،
لأن أنا ماشي في طريقي وأنظر أمامي. بعض الناس يتشدد فترى فعلا ينظر هكذا، فقد يصطدم بشيء، قد يقع في هاوية، قد لا ينتبه إلى الذي أمامه. ليس هذا ما كلفت به. بالمقابل أنت تنظر أمامك في الطريق، فإن رأيت أمامك ما حرمه الله تعالى من النساء أو الأمر دي الحسن الوجه، حينها تكف بصرك عنه. هذا الغض من البصر. في الأصل بصري أمامي أنظر، الآن لما أرى ما حرم الله يقع عيني عليه للوهلة الأولى أصرف بصري، يغض من أبصارهم. قال وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد، فؤاد القلب، كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين، إنسان جالس في مجلس فدخلت امرأة، خجل أن ينظر إليها، تدخل المرأة مثلا تجلس أو تتكلم، ينظر في الوجوه يتصفحها، لا أحد ينظر إلي، ينظر إليها، أحد ينظر إلي يعود إليها، يعود إلى الأمام. هذه خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين، لأن ما نظر نهائيا ولكنه يشتهي النظر. قال وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين، هذه الأولى. الثانية هو ما نظر من أجل الناس. منذ قليل تكلمنا عن الرياء، لأنهم يقولون مثلا شيخ وله لحية وينظر إلى النساء، يعني ما يستحي، فهو لا ينظر لله من أجل يعني طاعة الله، وإنما لا ينظر من أجل أن لا يقول الناس انظروا عليه ما يستحي على لحيته، على شيبته، على كذا على كذا، فقصده أيضا الناس. فإذا صارت له الفرصة خائنة الأعين اختلس النظر إليها ورجع. الآن ما استطاع أبدا كما قلنا، ولكن يشتهي ذلك في قلبه. قالوا ما تخفي الصدور. أي الذكر الحكيم يا أيها الأحبة، من يحاول أن يغوص في فهمه يجد لذة في فهم كلام الله، ومن ثم يشعر بدخوله في قلبه ليلتزم به ويطبقه. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال سبحانه إن ربك لبالمرصاد. سبحان الله، هذه الآية جاء بها الإمام النووي في باب تحريم النظر إلى المرأة لمعنى معين. الآن هذه الآية ليس ظاهرها غض البصر ولا غير شيء، ولكن فيها إشارة إلى قضية مهمة، وهي تنظر إلى نساء الناس لابد أن يرسل لك من ينظر إلى نسائك. إن ربك لبالمرصاد. أعراض الناس سهلة عندك؟ إن ربك لبالمرصاد. في أي طريقة لا تخطر لك على بال، وقد لا تكون زوجتك أو ابنتك أو أختك امرأة فاجرة أو سيئة، ولكن يقيد لها من ينظر إليها عقوبة لك أنت. إن ربك لبالمرصاد. الإنسان يحذر من هذا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، يعني لا بد أن يحصل له شيء من ذلك. قال الزنا، تمحل وافهم ما تبعنا الحديث. قال الزنا نعم، ولكن قال العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. هذا حديث فيه من البلاغة شيء عجيب، فيه من البلاغة شيء عجيب. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، لابد أن يحصل له شيء من هذا. الزنا كما قلنا، قال لا، هناك زنا أكبر وأصغر. هذا الذي يذكر الآن في الحديث الزنا الأصغر، في آخره والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، ذاك الزنا الأكبر. الزنا الأصغر. قال العينان زناهما النظر،
كثير من الرجال حقيقة هذا واقع وإن كان مضحكا، ما عادت عنده قوة الشهوة التي كانت قبل 30 سنة، ولكنه يمتع ناظريه فقط. يقول لك العينان زناهما النظر، يعني أنت تظن أنه ما عادت عندك تلك الشهوة القوية للنساء فانتهت القضية من عندك؟ العينان زناهما النظر. ثانيا قال والأذنان زناهما الاستماع. الاستماع يدخل فيه لاستماع كل ما حرمه الله تعالى، سواء كان هذا من صوت امرأة تتلطف في الحديث معها ومعك، أو من حديث امرأة تتغنى وتستمع إلى غنائها. والأذنان زناهما الاستماع، لذلك قال جمهور أهل العلم إن المرأة إذا غنت حرم على الرجل الاستماع إليها، سواء كان ذلك بآلات أو بغير آلات. يعني بعض الناس يقول لك إيه أسمع إلى فلانة، تنشد يا أخي تقول أغنية دينية، لا أغنية دينية ولا أغنية غير دينية، دع كلامها وصوتها لنفسها. طبعا من باب الذكر أحبتي، وقد يعني تكلمت عن هذا أكثر من مرة، صوت المرأة المطلق العادي ليس بعورة. بعض الناس يتشدد يقول عورة، ليس صحيحا هذا الكلام. صوت المرأة العادي الطبيعي ليس بعورة ولا حرج فيه. العورة هي التي حكى الله تعالى عنها في كتابه، فقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا الذي هو عورة، فلا تخضعن بالقول. بعض النسوة حينما يتكلمن صوتهن عادي، إذا تكلمن بصوتهن الطبيعي فالأمر طبيعي، أما إن اتصلت بالهاتف أو دخلت إلى البائع فقالت مرحبا فلا تخضعن بالقول إن كان في قلبكن ذرة إيمان فيطمع الذي في قلبه مرض. أنت إذن التي تفتحين المجال للزاني مثلك والعياذ بالله، أنت التي تفتحين المجال. فلا تخضعن بالقول، الخضوع بالقول هو العورة وهو المحرم. أما امرأة دخلت تشتري أو تبيع أو تتكلم أو تسأل بصوتها فلا حرج في ذلك ما دام صوتها معتادا طبيعيا. الخضوع بالقول هو الذي يحرم، وهو أمر مفهوم ومعلوم لدى الرجال والنساء. المرأة العادية إذا تكلمت معي بكلام عادي قد يكون الأمر معتادا، مجرد أن تتكلم قد يتحرك في الإنسان قضية الشهوة من بعد أن كبر حتى في السن بهذا الكلام. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال والأذنان زناهما الاستماع، لذلك كانوا يقولون قديما الغنى رقية الزنا. الغنى يعني الغناء، وحذفت همزتها من أجل التناسق الكلامي. الغنى وليس الغنى المال، أعيد، الغنى يعني الغناء. الغنى رقية الزنا، رقية يعني مثل دواء وأسلوب وطريق للوصول إلى الزنا. انظر من المغنين والمغنيات، كلنا يعرفهم، من صالح عباد الله، طائع عباد الله، ذاكروا الله تعالى كثيرا، المواظبون على جماعات الصلوات، المصلون، التائبون، الذاكرون، العابدون، كلنا نقول له، نحن نعرفهم جميعا، كلنا، ليس في زماننا، عبر العصور من يشتغل في هذا المجال هذا طريقه الزنا والعياذ بالله، ليس له نهاية أخرى. لذلك يا أخي بالله عليك فرغ قلبك من هذه القضية، هذه قضية مهمة لا بأس أن نبين كثيرا فيها، لأنه كثير من المسلمين تعلق قلبه بالغناء، رجالا ونساء وكبارا وشيوخا، لا أقصد شيوخ يعني العلم، شيوخا كبارا في السن وشبابا وشابات، حتى الصغار، أطفال صغار 3-4 سنوات الآن بدأ نطقه بشكل صحيح، يحفظ عدة أغاني،
ولو قلت له قل هو الله أحد لا يعرفها. ورجل كبير في السن أول ما ينزل من بيته يدخل إلى سيارته يفتح السيارة ويشغل الأغاني. لك يا رجل ماذا تنتظر بعد هذا؟ ماذا تنتظر؟ تنتظر القبر؟ طبعا القبر لا يفرق بين كبير وصغير، ولكن ماذا تنتظر؟ إلى متى تتوب؟ إلى متى تستغني؟ احرصوا على ذلك يا أحبتي، أبناؤنا شبابنا بناتنا كلنا شجعوهم على أن لا يكونوا متعلقين بهذا. لا نمشي في الشوارع وتفرج، وأيضا كلنا نشاهد هذا، نصف الشباب بالطريق الزلمي تحكي معه شو جدبي شو وين انت في اين اكون في اي عالم انت عايش في عالم اخر. البلاء يحيق في المسلمين من كل حال وهو عايش في عالم اخر في مجرات اخرى. نساء رجال شباب اطفال شيوخ صغار تعلقت قلوبهم بالغناء، سبحان الله العظيم. لذلك يا أيها الكريم قال والأذنان زناهما الاستماع. لا تجعل حظ الزنا من الاستماع يكون عندك، أبعده عن نفسك. قال الثالثة واللسان زناه الكلام، أي الكلام فيما حرم الله تعالى مع النساء وما إلى ذلك، وكذا الكلام الفاحش بين الرجال الذي فيه ذكر العورات وذكر ما يصنع في البيوت، حتى وإن كان ذلك يا أيها الأحبة بين الرجل وزوجته. بعض الناس يجلس هو وأصحابه للأسف يعني، وهذا أيضا موجود، فيقول بارحة يعني صنعنا كذا أنا وزوجتي. كيف تقول هذا يا رجل؟ أين حياؤك أنت؟ أين دينك أنت؟ إيش تقول هذا الكلام؟ بأي حق تقول هذا الكلام؟ قال زوجتي حلال صحيح، لكن هذا الذي أمامك لو خطر الشيطان في قلبه زوجتك إيش تقول أنت؟ إن كان فيك ذرة نحو كيف تقول مثل هذا الكلام؟ أيضا كم يحصل هذا في اجتماعات الشباب المتزوجين حديثا أو كذا، صنعنا كذا فعلنا كذا قلنا كذا. اتق الله يا إنسان، اتق الله يا إنسان. قال واللسان زناه الكلام، سواء كما قلنا الكلام بين الرجل والمرأة في تلك القضايا، أو الكلام بين الرجال إذا كان فيه ذكر هذه الأشياء التي لا تصح. قال والرابع واليد زناها البطش. البطش في أصل معناه هو الضرب، وقد يطلق على الأخذ باليد، يعني واليد زناها البطش، هكذا بطشت. بطشت تطلق على المصافحة، تطلق على السلام، تطلق على العناق مما حرم الله تعالى. واليد زناها البطش. والخامسة قال والرجل زناها الخطى، أي المشي إلى المكان الذي فيه معصية الله تعالى في شؤون النساء أيضا، سواء كانت الخطى لمكان المنكر الأكبر وهو الزنا، أو إلى ما يشبهه. أذهب برجلي إلى حفلة موسيقية، أذهب برجلي إلى تجمع يجتمع فيه البنات. الآن الشباب يذهب برجليه بالخطى إلى مدارس البنات. نعم والرجل زناها الخطى. هذه خمسة أشياء، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما الخطى. قال والآخر قال والقلب يهوى ويتمنى. سادسا القلب بعد كل هذه المشهيات والمراغبات في معصية الله تعالى، القلب حينها يهوى ويتمنى، يهوى الوقوع في الفاحشة. كل يوم يسمع أحببتني وأحببتك، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، إيش قلبه حجر؟ كل يوم ينظر 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 ينظر، وفي النهاية كما قلنا نعم. قال والقلب يهوى ويتمنى، هذا السادس. والسابع قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، إما في النهاية بعد كل هذا أن تقع في الزنا الأكبر
أو أن تبقى مقتصرا على الزنا الأصغر من هذه الأشياء. فالمؤمن يا كرام حريص على أن لا يقع في الزنا الأكبر حرصا مطلقا، وحريص على أن يجتنب الزنا الأصغر الذي ذكرنا، فإن وقع مدرك ذلك لا محالة، فإن وقع بادر سريعا إلى التوبة، وبادر سريعا إلى الإنابة، وبادر سريعا إلى أن يناجي ربه فيقول: يا رب أذنبت فاغفر لي، يا رب أخطأت وأنت قابل التوب وغافر الذنب، يا رب أنا لا أريد المعصية وغلبتني نفسي وشيطاني فأستغفرك فاغفر لي. هذا شأن العاقل المؤمن يا أيها الكرام في أمثال هذه القضايا. أسأل الله تعالى لي ولكم أن يعصمنا من الزنا الأكبر والزنا الأصغر ومن جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.